ينقل في أحوال أحد الملوك أنه في يوم من الأيام، هذا حقيقة، هذا واقع، في يوم من الأيام كانت بلاده تخوض حرب مع الأعداء، فكان في يوم من الأيام في مكان في ساحة يلعب كرة المنضدة، وإذا بشخص يأتي من الجبهة مسرعا وبيده مكتوب عاجل اللي يقتحم على هذا الملك خلوته وسلمه. هذا أخذ هذا المكتوب، شاف في هذا المكتوب أنه وقعت هنالك معركة بين جيشنا وجيش الأعداء وقتل كذا ألف من البشر، مو من الأعداء، من جيشه، جيشه اللي هو القائد لهذا الجيش، هو الملك. فأخذ هذه الورقة ثم أغلقها ورمى بها، قال إحنا الآن خلينا نكمل لعبنا، عدة آلاف يقتلون ما إلى قيمة، بشر ما إلى قيمة عند غالب الحكام، أدوات أنا أنتفع منها. البريطانيون هؤلاء في الصين راجعوا كتاب لمحات من تاريخ العالم، قتلوا 20 مليون إنسان في الصين وحدها في حرب الأفيون التي يقال عنها أقذر حرب في التاريخ. 20 مليون، 20 مليون ما لهم قيمة، حتى إذا الأمر يقتضي أنه يقتل 200 مليون فليقتلوا. إحنا ما دام في مكاننا، إحنا ما دام بلدنا سالم، فليذهب الآخرون إلى الجحيم. لينين راجعوا قتل 8 ملايين إنسان، 8 ملايين. ستالين قتل لتطبيق قانون واحد وهو قانون المزارع الجماعية 22 مليون إنسان، 22 مليون لتطبيق قانون واحد. هتلر في الحرب العالمية الثانية، الضحايا من الطرفين كما ذكر المؤرخون حوالي 70 مليون إنسان، بشر، آلة، أحجار، الكبار يلعبون، أحجار ينقلونها من مكان إلى مكان آخر ويضحون بهم لمصالحهم لمنافعهم.